معنا الأخ عمر من سوريا يسأل عن حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما المقصود بهذا الحديث وهذه الفرقة من هي؟ بالنسبة للحديث لم تأتي منه رواية واحدة صحيحة بذاتها، فليس صحيحا لذاته، وإنما صححه أهل العلم بكثرة شواهده وطرقه ومتابعاته. وهذه الشواهد يصحح بها أصل الحديث، ولكن لا تصحح بها أطرافه. فلذلك نقول نعم، افتراق اليهود إلى 71 فرقة، وافتراق النصارى إلى 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هذا القدر من الحديث صحيح، نعم. وهو يدل على أن هذه الأمة ستكون أكثر من اليهود والنصارى، وأيضا أكثر إعمالا لعقولها وأكثر تحررا في لأن أمورها. البعض عاب بهذا الحديث وأما أننا هل نحن الزيادات، أسوأ من اليهود لا والنصارى؟ لا، هو هذه يدلنا على أننا أكثر منهم اجتهادا وأكثر إعمالا للعقول وأوسع رحابة في العلم. هذا مع الطعن بزيادة ما كلها في زيادة النار؟ كلها في النار إلا واحدة، وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وزيادة كلها في الجنة إلا واحدة، كلها غير صحيحة. أوه. نعم، إذن ستفتق إلى 73، أغلبها يدخل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله هذه الفرق لا تبعث. التصور الصحيح أن يقال لهذا الأخ ولغيره: لا تظنن أنك بمجرد أن تكون من الفرقة الفلانية أنك تدخل الجنة بذلك. فكل إنسان يحاسب وحده يوم القيامة، لا على أساس فرقته ولا مذهبه ولا طائفته، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالبعث والحساب فردي. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صحيح، هذا سيدي قد يقال أنه بمجال العمل الصالح، ولكن كانتماء عقدي. كذلك لا بد أن تنظر أنت إلى عقيدتك، هل عقيدتك صحيحة أم لا، ولا يهمنا من أي مذهب أنت أو لا. هل أنت مصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جميعا؟ هل أنت مؤمن بصدق هذا الرسول الكريم؟ هل أنت مؤمن بأن هذا القرآن كلام الله؟ هل أنت مؤمن بكل ما في القرآن مصدق به؟ هل أنت مؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق به؟ إذا كنت كذلك فلا يهمنا انتماؤك، كما لا تهمنا جنسيتك ولا لونك ولا نسبك. فهذا هو المقصود، أن الناس إنما يبعثون أفرادا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يحاسب كل فرد وحده، وهو سريع الحساب. نعم.